السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أفضل الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمدا خير البرية وخاتم الأنبياء والمرسلين، الذي أنقذ برسالته عباد الله من ظلمات الجهل وهداهم بفضل الله إلى طريق الحق. أما بعد، أحبتي في الله، مرحبا بكم في حلقة رمضان جديدة تحت عنوان فضل العشر الأواخر، والتي يشاركني بها العديد من الزملاء. ونبدأ بزميلي محمد الذي سيعرف بمعنى العشر الأواخر. تعرف عشر الأواخر في رمضان بحسب المصطلح عليه العلماء بأنه الأيام والليالي الواقعة ما بين الليلة 21 من رمضان إلى آخره، سواء كانت عشرة كاملة أو ناقصة، باقتصار على التسع، إذ العبارة بإطلاق اللفظ على الغالب والتمام، وتطلق العشر على أيام مع لياليها. قال الله تعالى: وليالي النشر. وتبدأ العشر الأواخر من ليلة 21 من شهر رمضان، بغض النظر كانت 29 يوما أو 30 يوما. شكرا زميلي محمد، وننتقل إلى زميلة فردوس التي ستحدثنا بدورها عن فضائل العشر الأواخر. يترتب على العشر الأواخر من رمضان العديد من الفضائل، نذكر منها: أولا، تحصيل العديد من الخيرات والحسنات والأجور، وفي ذلك اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، فقد وصفت السيدة عائشة رضي الله عنها حال النبي بالعشر الأواخر قائلة: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر شد مئذنه وأحيا ليله وأيقظ أهله، كما روي عنه أنه كان يجتهد في شهر رمضان بالعبادات والطاعات ما لا يجتهد في غيره من الشهور. ثانيا، عكوف القلوب على ربها في تلك الليالي وتعلقها به، فالصيام يحدث أثرا طيبا في النفس ويزكيها ويصل بها إلى مراتب الكمال. ثالثا، ثبوت سنة الاعتكاف بالقرآن والسنة والإجماع، وهي تعد خيرا من ألف شهر، ولم يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ترك الاعتكاف بالعشر إلا أن كان خارجا للجهاد في سبيل الله، وقد اعتكف الصحابة رضي الله عنهم معه واعتكفوا بعده اقتداء به عليه أفضل الصلاة والسلام. وبما أننا تحدثنا عن ليلة القدر، ونحن لا نعلم بأن هذه الليلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، ونحن نعلم بأن هذه الليلة تدخل ضمن العشر الأواخر، لهذا سيحدثنا زملائي آدم وزينب ويحيى عن سبب تسمية هذه الليلة بليلة القدر وفضل هذه الليلة العظيمة. ذكرت عدة أقوال في بيان سبب تسمية ليلة القدر بهذا الاسم، ومن بين تلك الأقوال: القول الأول، قيل إن الله تعالى يكتب في ليلة القدر مقادير العالم وما سيجري فيه من أحداث ووقائع، حكمة منه سبحانه وبيانا لإتقان صنعه وخلقه. القول الثاني، قيل إن المراد بالقدر الشرف أو المكانة العظيمة، فيقال فلان ذو قدر، أي أنه ذو مكانة عظيمة، فسميت ليلة القدر بهذا لأنها ذات مكانة ومنزلة عظيمتين، وكانت خيرا من ألف شهر. قال الله تعالى في وصفها: ليلة القدر خير من ألف شهر. يترتب على ليلة القدر العديد من الفضائل، وفيما يأتي البعض منها: أولا، نزول القرآن الكريم فيها في مرحلة من مراحل نزوله، فقد خص الله ليلة القدر المباركة بنزول القرآن الكريم فيها، والقرآن كتاب الله الذي يحقق الهداية للمسلم بالتمسك به، وهو سبيل النجاة والسعادة في الآخرة. قال الله تعالى: إن أنزلناه في ليلة القدر. ثانيا، القدر والمنزلة العظيمة لها عند الله، ويدل على ذلك أسلوب الاستفهام عنها للدالة على تعظيم قدرها وتخفيمها في قول الله تعالى: وما أدراك ما ليلة القدر. ثالثا، تقدير الأرزاق والأجل فيها. رابعا، تحقق البركة والخير فيها بالإضافة إلى نزول جبريل والملائكة، مما يحقق السكينة والبركات فيها، كما جاء وصف تلك الليلة بالبركة في قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين.
خامسا تحقق السلام والطمأنينة بدل العقاب والعذاب عمن أقامها بالطاعة. سادسا غفران الذنوب والمعاصي، إدراك الخير كله بقيامها وفعل الطاعات فيها، إذ قال النبي عليه الصلاة والسلام: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. بارك الله فيكم، شكرا لزملائي الأعزاء، ونختتم حلقتنا لهذه الليلة بكيفية اغتنام العشر الأواخر من رمضان مع يحيى وأسامة ومحمد أمين. شكرا لمتابعتنا. يمكن للمسلم استغلال العشر الأواخر وليلة الأجر العظيمة فيها من خلال العديد من العبادات والطاعات يذكر منها: أولا مضاعفة الجهد في أداء مختلف الطاعات لتحصيل الأجر العظيم اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، إذ روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قائلة عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل العشر أحياء الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزرة. ثانيا التسرع على النفس والأهل والجيران، إذ يستحب للمسلم في العشر الأواخر الإحسان إلى أرحامه وجيرانه. ثالثا الحرص على تجديد الدعاء المأثور في ليلة القدر، فقد أشاد النبي عليه الصلاة والسلام السيدة عائشة رضي الله عنها على الدعاء في العشر الأواخر من رمضان تحديدا في ليلة القدر بطلب العفو والمغفرة من الله سبحانه، فقالت رضي الله عنها: يا رسول الله، أرأيت إذ وفقت ليلة القدر ما أدعو؟ فقال: تقولين اللهم أنك عفو تحب العفو فاعفو عني. رابعا عدم تضيع الأيام العشر الأواخر من رمضان باللهو أو الغفلة، إذ إنها أيام خير وبر وعبادة لابد أن يغتنمها المسلم بالعبادة والطاعة. خامسا إعانة أهلها على العبادة والطاعة وتشجيعهم على ذلك، فلا بد للمسلم أن يعين زوجته وأبنائه على اغتنام من تلك الليالي بحثهم على الاجتهاد بالعبادة فيها وتهيئة بيئة مناسبة للطاعات من ذكر وتلاوة القرآن. سادسا تجنب الشهوات والملذات لتحقيق الصفاء الروحي للنفس وتفريغها للطاعات والعبادة. سابعا الحرص على أداء الصدقة في العشر الأواخر، إذ إن الصدقة في شهر رمضان أفضل من الصدقة في غيره من الشهور، وكان النبي عليه الصلاة والسلام أكثر أداء للصدقة في رمضان، وقد ثبت في الصحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير.